الاخ محمد بن شنات يبا ربي يحفظك، عيط لي سبيتني البارح انا طلقت فيديو على جالك سقساوني الصحابه لي مانيش مع الصحافه لي راني في داري خويا، بس على بالك والله خسرت معايا وهدرت معايا بالكبيره بس انت صغير وهدرت مع الكبار بالكبار. عباك واش قلت لي؟ قلت لي غير الجبل اللي ما يتلاقاش. الحاجه الاولى حتى نقولها لك قبل ما نهضر، محمد بن شنات السكسك خويا انت جبل بتهضر مع الشيخ العامل اللي غير الجبل ما يتلاقاش، انت ماشي جبل انت والو واسمك. حبك واش قلت لي محمد بن شنات؟ قلت لي انا عندي الدراهم اكثر منك وعندي رجال اكثر منك. لا لا ممكن يكون عندك الدراهم اكثر مني بصح رجال الله ما عندك اكثر مني. بس نقول لك حاجه، ممكن بدراهمك تقدر تشري سيريو، ممكن بدراهمك تقدر تشري إيه واش تحب. بس نقول لك حاجه والله ما تشري مرة بغيت هي الجياح بصح، وممكن بدراهمك تبغي صح. انت عندي بابك راجل هواري يا محمد، انت ماشي راجل انت تقدر تشري بدراهمك الرجله هواري. اسمع الشيخ الهامل هو ريجستري اليوم عليك، اسمع باك واش راني نقول لك، الرجل تجي في الدم وما تشريش بالدراهم، وما كاين حتى رخيص بحالك قادر يشريها، اعطاها لنا الرب عمره ما يظلم. وانت عطالك مرتك واسمع سيليا، الرجال والشمايت في وجهك راهم يتمتعوا بها. فولكو دي كافي، فولكو دي جاجي كافي، فولكو فولكو فولكو. تبغي نزيد نقول لك كلمة؟ باغي تقارن روحك بالشيخ الهامل؟ لا مرة يقول لك واش جاب القمح الصافي للشعير؟ واش جاب؟ صاد الزبوج، نور الشمعة، وكل رب كبير اللي يقسم الخير. علاش تعيرني وانا في قلعة؟ انت عايش مال مولة التدبير سيريا اللي تلمو من عندي دين انت تصرفو بالجمعة، وانا يا شيخ صغير خدام عند الغير حامد ربي على قلالتي ما بكيت بطمعة. كابي وجايح اخزر فيا يا خويا، واش تبغي نزيد نقول لك؟ انت فنان، انت فنان، انت شاعر. الفنان عمره ما يكون في نفسه منجوس بحالك، اقرا. الفنان عمره ما راح يكون في نفسه منجوس، يما راك تدعى بالفهمه والشعراء. الفنان عمره ما يكون في نفسه منجوس.